إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لايف جديد من سلمان. الدجاج الرومي زاد الثمن ديالو ولا داير 17 درهم الكيلو. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، فصباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر من قلب بن سليمان. الدجاج الرومي دير 17 درهم الكيلو، شوفوا الجودة تبارك الله، خير تبارك الله، جودة عالية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فصباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر. الدجاج الرومي دير 17 درهم الكيلو، الجودة جودة عالية، ما نذكروش على الجودة تبارك الله، خيرات كل شيء موجود. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله ينقص الثمن، خصوصا شهر رمضان اللي فيه اكثر الاقبال على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. اذا دائما مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تي في، فاهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من سليمان. الدجاج الرومي فزاد الثمن اليوم، بعد ما كان 16-15، فاليوم الثمن ديالو 17 درهم الكيلو. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله ينقص الثمن اكثر فاكثر، خصوصا في شهر رمضان المبارك اللي كيتزاد الطلب على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا ان شاء الله الثمن يزيد ينقص اكثر فاكثر. مشاهدينا الكرام، إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر. دجاج الرومي صالح مسعود هذا الصباح، بعد ما كان داير 16-15، فالثمن داير اليوم هو 17 درهم، جودة عالية، شوفوا معايا الجودة تبارك الله، فجودة ما نذكروش على الجودة، جودة عالية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، صورة أمامكم، خيرات تبارك الله، شوفوا معايا جودة تبارك الله. مشاهدينا الكرام، إذا مرة أخرى فصباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة فيديو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر. الدجاج الرومي طالع الثمن ديالو بشكل كبير وكبير جدا، ودير 17 درهم بعد ما كان داير البارح 17 درهم، يعني صفحه مزيوده درهم في الكيلو. نتمنوا الخير، نتمنوا الثمن يرجع شيئا ما كيف ما ذكرت، خصوصا حنا مقبلين على شهر رمضان المبارك اللي كيتزاد فيه الطلب على الدجاج. نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا يا رب ينقص الثمن شيئا ما. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فصباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر من سليمان. الدجاج الرومي طالع الثمن ديالو هذا الصباح، زاد ولا داير 17 درهم بعد ما كان داير البارح 16-15، فاليوم صباح داير 340 ريال الكيلو. نتمنوا الخير، نتمنوا ان شاء الله يزيد ينقص الثمن اكثر فاكثر. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شو تي في، فصباح الخير وصباح النور عليكم جميعا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر. الدجاج الرومي يزود في الثمن هذا الصباح، صالح دير 17 درهم الكيلو، جودة عالية تبارك الله، نتذكروش على الجودة
جودة عالية مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، الخيرات ما شاء الله، كل شيء موجود، الدجاج موجود، والثمن فدير 14 درهم الكيلو، جودة عالية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر. فالدجاج الرومي اليوم صالح مزيون 17000 الثمن، الثمن ديالو 17 درهم الكيلو، بعد ما كان داير البارح 16 درهم 15. نتمنوا الخير، نتمنوا يرجع الثمن ديال الدجاج ان شاء الله، نتمنوا الخير. الصورة امامكم، خيرات تبارك الله، كل شيء موجود والثمن 17 درهم الكيلو. فالفروج يطلع 41 درهم 50 درهم الفروج. إذا مشاهدينا الكرام، فما بقى لي إلا نودعكم، كنا معكم في نقل مباشر من بن سليمان، دجاج الرومي الثمن ديالو 17 درهم الكيلو، بعد ما كان داير 16 15 درهم. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، الى اللقاء، نلتقي في بث مباشر اخر، نهاية اسبوع موفقة للجميع، الى اللقاء.